ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا بامية النهاردة ومقاديرها في متناول الجميع. تعالوا نعمل دقية بامية أو يخنة البامية باللحمة، بس من غير لحمة. الشيف بيهزر؟ لا مش بهزر ولا حاجة، احنا عايزين شوربة لحمة قوية. معانا بامية من خير أرضنا، اللون الوردي طازة زي الفل، متأمعة، ومعانا البصل ومعانا التوم ومعانا البهارات بتاعتنا اللطيفة الجميلة. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ولكن ازاي تعملي بامية وازاي نعمل، وايه الفرق بين البامية والويكة؟ الويكة كلنا عارفينها بتاعة الصعيد وناس أسوان وناس الأقصر والناس الطيبة، واحنا بنحبها. الويكة دي بتبقى البامية الخضراء المتقطعة، وبعد ما بتتقطع بتتعمل بالمفرك. أنا حطيت دلوقتي معلقة زيت صغيرة معاها معلقة سمنة بلدي. الله، يعني كده بقت باللحمة. دي ألف باء، سمنة بلدي يعني لحمة، بروتين، بروتين حيوان. معانا البصلة والتومة. ما تنسوش إن معايا شوربة لحمة على النار بتغلي، طلعتها من التلاجة، كانت عندي من امبارح، من أول امبارح، وأنا علمتك إن الشوربة ما تترميش. سلقة فرخة، عاملة فتة، عندك شوية شوربة حلوين، احتفظي بيهم في التلاجة هينفعوك. يا إما تعملي بهم صينية بطاطس باللحمة، يا إما تعملي بهم يخنة بطاطس، يا إما تعملي بهم بامية بسلة بالجزر، رز، زي ما أنت حابة. الشوربة ليها فوايد كتيرة ومتعددة الاستخدام في المطبخ عندك. بخدم على البصلة كده وبخليها تاخد لون. بصلة البامية يا أمي يا أختي يا خالتي، أمي علمتني تاخد لون، يعني تحمر شوية قبل ما انزل بالتومة. هو ده الكلام. اهو نحمر البصلة كده حلو بالشكل ده كده. الشيف المغازي علمنا سرعة احمرار البصلة سريعا، معلقة زبدة صغيرة. والأكلة دي دسمة، يعني مش محتاجة ان انا اخفف منها الدهون ولا اي حاجة. احنا يوم الحد بتاعنا بكرة ان شاء الله بيكون الأكل صحي. معلقة الزبدة دي هتخلي البصلات تحمر بسرعة. عايزه تحمري مثلا اسكالوب بانيه، كوردون بلو. ايه هو الكوردون بلو يا عم الشيف؟ كوردون بلو ده حته فرخه او صدر فرخه بيتحشي لحمه بارده او لحمه مفرومه او خضار، ويتقفل ويتعمل بانيه، وده اسمه كوردون بلو. بيتعمل في بعض المطاعم عشان يتحمر معاك بسرعه. وطبعا الكوردون بلو لازم يخش الفرن، ما تعتمديش على تحميره في الطاسه. خلي بالكم انا من خلال الكلام اللي بقوله ده بجاوب على اسئله كتير من خلال السوشيال ميديا. ادي البصلايه بدات تاخد لون الاحمرار، بدات تطلع ريحتها الحلوه. الله، انزل بالبهارات بتاعتنا. الباميه بتحب التوابل زي البابريكا الحلوه كده، زي الكزبره، زي الكمون. طبعا ما ينفعش احط كركم اهو. حلو، فلفل اسود يا عم الشيف. والملح، خلي بالك انت فاكره انك حاطه ملح وانت بتستوي الايه؟ الفرخه، فتقللي الملح هنا. هذا البصلايه خدت لون حلو ازاي؟ هو ده. تمام، عندي تومه ناعمه. بنزل بيها كده. الله، شفت خدمت ازاي؟ هو ده الكلام. هنا بقى السر في الكشنه دي، في الخلطه دي بتاعت البني. شفت انا مهتم بيها ازاي؟ زي الفل. عندي باميه طازه، ناخد الباميه كده ونشوف، نبص عليها. الباميه بتتجاب اللطيفه الجميله دي، انا بحب اللون الوردي ده، الباميه اللي بيبقى فيها لونين، شفت اللون ده؟ باميه طازه زي الفل، اتغسلت قبل ما تتقمع، سوري، الاول تتقمع وبعد ما تتقمع تتغسل بالشكل ده كده، وتتغسل بميه ساقعه. ناخد الباميه نسقطها كده بالشكل ده كده. وانا بحب الباميه الصغيره على فكره، ما بحبش الباميه الكبيره. احب الباميه الكبيره لما نعملها ويك. واخد الباميه دي يا عم الشيف ادورها بالخلطه اللي احنا شفناها. شويه باميه، اي نعم، الباميه لما يكون معاها لحم ضاني والهبر في قلبيها دي يعني قلب الصغير لا يتحمل. ولكن انا ما عنديش لحمه، ازاي اعمل شويه باميه حلوين؟ شفت البصلايه، شفت التومه، شفت البهارات. بدأت أدور اللحم البامية بالبصلة دي والجو ده. الله، زي الفل. وأسيبها على النار كده تتعرف على الخلطة اللي أنا عملتها. عندي مصفاة،
اخدها واصفي الشوربه الحلوه دي مع حضراتكم كده واحده واحده. اهم حاجه وانت بتصفي الشوربه حط في الاعتبار يا امي ما يكونش عندك ايه بداية، وده مهم جدا على فكره. هنا المصفه اهو 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 اهو، مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم ازاي. طيب خلونا نصفيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شفت الشوربه اهي. الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. شويه باميه زي ما قال الكتاب. شفت الشوربه نازله عليها ازاي، دي شوربه لحمه فيها حته ليه حلوه. الله والله عندك ليا في التلاجة، واحنا المصريين شطار في تخزين الليا. طلعيها حمري فيها البصلة والتومة والبامية، بتحب الليا الضاني خلي بالك. واسيب البامية كده تاخد غلوة في الشوربة الحلوة دي. الشوربة بتغلي والبامية نازلة، عندي عصير طماطم. ممكن البامية تتعمل من غير طماطم مش هيبقى لها طعم. في طماطم طازة زي الفل بنزل بيها كده. الله الله، دي اسمها يخنة البامية باللحمة أو بشوربة اللحمة. نعم يا غالي ينفع والله، لو شوربة فراخ تبقى حلوة برضو عادي مش هتقول لأ. أهم حاجة البصلاية والتومة اللي أنا خدمت عليهم في البداية. أيا كان بقى شوربة فراخ شوربة لحمة عندك مفيش أي مشكلة. هنسيب البامية دي تستوي في الحلة كده بالشكل ده كده. خلي بالك وجود الملح، بيسألوني على السوشيال ميديا يا شيف مغازي ليه البامية بتسود مننا. وجود الملح وانت بتحط البامية في البداية، ايه الحلاوة والخضار ده، بيخلي لك البامية خضرة، مهم جدا على فكرة. يعني لما انا حطيت الملح او الشوربة عليها ملح مهم جدا، لان القاعدة بتاعت سلق الخضار وخاصة زي بسلة زي سبانخ زي بروكلي لازم وجود الملح مع الماء المغلي او الشوربة المغلية، بيساعد على خضار ونضارة اللون الاخضر. هغطيها واسيبها تغلي. البامية بتغلى على النار دي لازم تستوي لغاية لما امسك فص البامية ده يتهري بين ايديا. ده مهمة جدا. نبص عليها، بص عليها اهي. شفت الحلاوة دي كده. طب تعرف ان هي استوت ازاي؟ لما الشوربة بتاعتها والصلصة بتاعتها والدمعة بتاعتها تتأثر يعني تخس. شفت ازاي؟ تسيبها على النار تغلي وهي مش عايزة نار شديدة اهي بالشكل ده كده. الله، طب ما تجيب الباميه دي، ولا الباميه دي عشان مش هوبر انت طبعا مطنشها؟ ما اقولكش شويه باميه حكايه. بص على الباميه شفت الحلاوه، بس ايه بقى بتغلى على النار. ناخد الباميه بتاعتنا نغرفها بقى. يلا نبص على الباميه ايه الحلاوه دي. الله اللهم صل على النبي. عندنا الدقيه بتاعه الباميه جاهزه، بساطه سهوله مرونه. قدرت تعملي سفره فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم. ادي الباميه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اهي. اضرب فيها اللقمه بقى ودن قطه اهو. للامانه يعني انا بقالي شهر تقريبا عامل ريجيم كده بيني وبين نفسي جوات نفسي يعني، وعامل اضراب عن العيش والرز، لا عيش ولا رز لمدة شهر. بتلاقوا النتيجة نتيجة هائلة. لو احنا عايزين نخفف البطن شوية او الكرش عموما يعني. حلو الكلام؟ الله، ايه البامية الحلوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ دي تتاكل بالمعلقة؟ تتاكل بالمعلقة طبعا، دي اساسي. ما اقولكيش، عندك شوية كزبرة خضراء حطيهم على الوش للتقديم كده، اهلا وسهلا. بامية من غير لحمة ولكن هي باللحمة. أنا يهمني القيمة الغذائية اللي موجودة فيها اللي هو البروتين الحيواني، إذا كانت سمنة بلد أنا عاملها أو إذا كان شوربة ضاني عندي في التلاجة أو شوربة كندوز شوربة فراخ اللي موجود عندنا.